فعلا اليوم تشرفت باش نجي لل ولايه نابل والمؤسسه الجامعيه الجديده هذه اللي دارت باش نقدم محاضره حول تمويل المؤسسات، ويكون هذه المحاضره حنحاولوا باش نقربوا الجامعه ونقربوا الشباب الطالبي الى المؤسسه ونعطيوه بعض افكار اوليه حول كيفيه التعامل مع المؤسسات البنكيه. معناها ساعات ثم قله فهم ما بين المؤسسه وما بين البنك، معناها والبنك ما عطتنيش، هاي البنك ما مولدنيش، هاي البنك عطلتني، هاي البنك ما تحبش تعمل. ثم بيرسبشن اللي معناها راهو لاكسي وكريدي معناها صعيب في تونس. ثم شويه معناها تعطيلات اداريه، وثم اسبري ادمنستراتيف موجود في بعض البنوك، موجود في بعض، ولكن ايضا ثم هناك بعض الهينات وبعض الضعف في باعثي المشاريع وفي اصحاب المؤسسات. وبالتالي احنا نحاولوا باش نقربوا لبعضنا الوسائل الموجوده باش نوضحوهم، باش نعطيو فكر عليهم. وبالطبع معناها هذيك موجود، هو يمكن مكتوب والتقاء مكتوب، ولكن وقت تبدا بالاتصال المباشر يمكن نجم يفهم اكثر، نجم يتشبع اكثر، يمكن ياخذ فكر اكثر. وان شاء الله من بعد معناها سنوات يولي معناها يمكن يتعامل معها كما بغي، يولي عندي ميستي فيه ان بو شويه معناها هل الناس تاخذوا البنك ويخذوا كذا يبدا خايف، وهو معناها فما حاجات اللي هي معناها من نوع ما نجموا نتعاملوا معها كما ينبغي. وهذا علاش قلت لك احنا دائما ننظروا للمستقبل، ان شاء الله يلقاو حظوظهم واحنا نلقاو حظوظهم معنا بكيفهم.